حضر المشاهدين من معاناة النازحين في العراق كثيرة، ومنهم الحاج أبو سلطان لديه بعض المعاناة. احكي لنا موضوعك حجي. والله أخي العزيز، هذا جاني انطيته غنم 4 راس غنم. نعم. أما البنزيخانة ما كفلي. نعم. وقال لي إن شاء الله في الساعة وأجيبك الفلوس. نعم. ها أخوي العزيز. نعم. وراح وبعد ما جاني انتظرته ساعة وما جاني، رحت له البيت لقيت أخوه شايب، قال عمي روح لا أعرفك ما تعرفني. ايه روح من هاي حسن ما موجود. نعم. الدورة هاي صارت 3 سنوات عليها من 2015، هاي 2016 وحطبها 2017 ولحد الان ما مطلعين فلوس. ورحت له الكلار لقيت الكلار، رحت له البيت قال هيش دين هيش يمين، ان شاء الله راس الشهر راح اجيب لك فلوسك واجيك. هاي الشهر خلاص راح وما جاب لي فلوسي لحد الان. انت مسوي بلاغ عليه؟ أنا لا ما مسوي أي بلاغ، أي ما مشتكي لأي. هو كل شيء ما مطيق؟ ما مشتكي، لا ما مطيق كل شيء. وأنت هسه شو تريد؟ أنا يد حقي. أنا رجال نازح وما عندي، صار 3 سنوات متأجر. بعد؟ بعد ايش عندك قول؟ للسلطات، للحكومة، شو تريد من عنده؟ شلون يسوي لك إجراءات؟ مين يبدون؟ مو أنت مهجر هنا، ما عندك أحد؟ ما عندي أحد، أنا وحيد بس أنا يعني معين، ما عندي أي معين، ما عندي. اي واحد معين يعني يساعدني ما عندي، لا راتب عندي لا شيء عندي، كل شيء ما عندي. اي اكو مكاتب، روح راجع للمركز للشرطه. ايه. عشائريا حلها، حاول تحلها يعني. والله القضيه مو كبيره كلها. والله رحنا عشائريا ورحنا وديت شخص خوش انسان اخر عليكم، وديته وقال له عمي عيب وما تسوي تعطي فلوسه، وهذا كان متحجر وما عنده من هاي من جماعه القلعه. انت معرفه سابقه ما مستقبل؟ ما عندي معرفه سابقه نهائيا. اخذهم وراح؟ اخذهم وراح. عندك سلاح بالبيت ولا؟ عندك سلاح بالبيت؟ لا والله ما عندي لا سلاح ولا كش، ما عندي بس رحمه الله عندي. ان شاء الله احنا نراجع لك ونشوف قضيتك باذن الله تعالى. اشكرك ورحمه الله والديك. شكرا جزيلا.